كل زمان ومكان. أهلا ومرحبا بكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، برحب بضيوفي ونجومي. كابتن شادي مساء الخير. كابتن سيف ازاي؟ وحشني ازي حضرتك؟ وانت كمان كتير. حضرتك ايه؟ كله زي الفل كله الحمد تمام؟ لله كله زي الفل. كابتن طارق شرفني منورني حبيبي. يا كابتن سيف ربنا يكرمك. ازي حضرتك؟ سعيد طبعا بوجودي معاك وطبعا مع كابتن شادي. كابتن طارق ربنا يخليك. كابتن شادي شايف ازاي ماتش بكره؟ ماتش صعب جدا جدا، بس النادي الاهلي للامانه المباراه الاخيره اللي لعبها كان في ناس بتراهن على هزيمه النادي الاهلي، وكالعاده لعبت النادي الاهلي الرجاله والجهاز الفني بمجلس الاداره بدعم الكابتن محمود الخطيب بالمشهد الاكثر من رائع من جماهير النادي الاهلي، كانت حاجه تشرف من كل النواحي. الاصرار والعزيمه بيصنعوا الفرق حتى لو في فروق فنيه. اتكلمنا على الدوري السعودي بالمناسبه، دوري محترم جدا، الاتحاد السعودي وفرق ثانيه عاملين صفقات محترمه، لكن في الاول وفي الاخر الاهلي صاحب الانجازات، صاحب التاريخ. مفيش مستحيل داخل النادي الاهلي، في اصرار وفي روح فانيلا الحمراء وفي، وده اللي شفناه. وجزء مهم جدا من المباراه الاخيره اللي احنا قبل كده في حلقه، جزء من كره القدم في مواقف كتير في المباراه دي بالذات الكلام، منها كهربا لما راح مع الحكم اتكلم، منها علي معلول ودي لقطه ما حدش اتكلم ما اداش حقها، منها علي معلول مع الشناوي في ضربه الجزاء لما قال له ركز هنا، وحتى بعد لما جت ضربه الجزاء وصدها الشناوي جري على علي معلول بشكل خاص اخده بالحضن. في نسال نسال المختص، هل ممكن يكون علي معلول قال له ركز هنا فالشناوي ركز هنا؟ طيب انا حابب بس في البدايه يا كابتن سيف يعني نبارك طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي طبعا بقياده الكابتن محمود الخطيب، نبارك طبعا اللعيبه، جمهور، كل ما ينتمي للنادي الاهلي. ال 100 مليون اعتقد انه فرحوا بعد المباراه ديت، لان طبعا يعني الشعب كان محتاج فرحه وكان محتاج يعني انه يسعد باداء النادي الاهلي، فالحمد لله رب العالمين مكسب كبير جدا جدا الحمد لله. وده انا ما اعتقد ان دي كان من احسن مباريات الاهلي شارك في كتير جدا في 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 كاس العالم للانديه، انا بعتبر دي واحده من افضل مباريات النادي الاهلي في كل البطولات اللي شارك فيها. اللقطه اللي اقترحها كابتن شادي، هو صاحب حصريتها وهو اللي اقترحها، اللقطه دي تمشي معاك؟ يعني علي معلول بيقول له يمين، هيروح يمين اهي. بص يا كابتن، هو طبعا يعني ده ممكن يشوش على لو الشناوي واخد قرار او مركز انه ممكن يعني ممكن علي معلول لو شاور له ممكن دي تاثر على يعني تركيز الشناوي، انه ممكن الشناوي يكون هو في دماغه حتى بعد ما الشناوي صدها قام وشاور على دماغه هو. لو خدت بالك بعد ما قام على طول وصدها وراحت على الجنب الكوره هتلاقي الشناوي عمل ايه؟ تلاقيه حط ايديه، حط صباعه على دماغه. لا وقعد يسقف. يعني بيسقف لنفسه. ان هو يعني من كتر ما هو مركز وعنده يعني نسبه كبيره جدا جدا ان ممكن تتحط على اليمين، احنا هنتكلم دلوقتي. ايوه حلو قوي. هنتكلم بقى معلش بالصوره يا كابتن سيف عشان وانا بتكلم بالصوره بيبقى احنا معانا عشان بيبقى في واقعيه اكتر يعني. فدلوقتي هنا الراجل واقف في ضربه الجزاء. واقف في نص متمركز، واقف عادي بطوله عادي، مش نازل لتحت ولا حاجه. امشي بقى بالصوره الثانيه. الصورة اللي بعد كده دي أول لقطة، الراجل دخل على الكورة، بص الشناوي متمركز واقف. طول ما أنت واقف والراجل داخل عليك يا كابتن سيف ويبص لك أنت لسه متمركز واقف في مكانك، أنا هنا بيحصل لي توتر. ليه؟ لا أنا عايزين معلش عايزين بس نستنى صورة صورة عشان كل صورة لازم أتكلم عليها معلش. هنرجع بقى تاني عشان في كل صورة لازم نتكلم عليها شوية. كل دي مهمة قوي بداية الجون على اللي بيلعب. لا في صورة غير دي، الصورة اللي قبل دي على طول هو داخل بقى على الكورة هو بيمرجح رجله لسه. لا في صوره وهو بيمرجح رجله، يا ريت اول صوره. لا امشي بقى كمان وهو بيمرجح رجله، اي اقف. لو انت خدت بالك يا كابتن سيف من الشناوي بدا يعمل الطعن خفيف. الراجل قرب من الكوره جدا وبدا يحط رجله، خلاص هو دلوقتي مش شايف الشناوي. خلاص بدا يركز. هنا الشناوي عمل ايه؟ خد القرار انه يروح على اليمين. في اللحظه اللي كريم بنزيما مرجح رجله بيحطها.
طبعا خدمت الشناوي جامد جدا جدا، مش عايزين يعني برضو زي ما هنتكلم على الشناوي اجاد، والشناوي كان صنع الفارق في المباراه دي، بس هنا برضو ضربه الجزاء خدمته في ايه يا كابتن سيف؟ ارتفاع الكوره مناسب جدا 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 للشناوي. ارتفاع الكوره متر من الارض او اقل من متر، وقريبه من ايد الشناوي، يعني هي مش راحه في اقصى الزاويه، مش راحه في بطن الشبكه، مش راحه في عاليه فوق، مش راحه تحت على الارض. كل ده بيصعب بي 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 على الشناوي الزمن بتاع الايه؟ بتاع التعامل مع الكوره، في استجابه ذهنيه وبعدين في اداء حركي وبعد كده في مهاره. هنا الكوره طبعا اتحطت قريبه من الشناوي، اتحطت قريبه واتحطت ارتفاع متر عن الارض او اقل من متر شويه، فخلاص الشناوي مجرد انه عمل الطعن برجليه بدا خلاص ياخد قرار انه يروح ناحيه اليمين، فطعن خفيف برجليه اليمين، لقى الكوره فين يا كابتن سيف؟ قريبه جدا من ايده. وراح بايديه الاثنين، هتلاقي اصلا ايديه اليمين اللي يعني التعامل كله كان في ايديه اليمين، انما ايديه الشمال برضو قريبه، وعمل بقى حاجه كويسه قوي يا كابتن سيف، حطها على الجنب. حطها على الجنب بعيده. وطبعا لعب من النادي الاهلي عشان ما يبقاش ليها فيها فولو، عشان ما يبقاش فيه فولو على لان ممكن لو الكره القريبه دي يا كابتن سيف ما تبقى قريبه من حارس المرمى، ممكن ما يعرفش يتوجهها قوي على الجنب، تبقى صعبه شويه لانها في حضنه، يعني كره قريبه منه طبعا مش قريبه منه قوي، فعشان كده الشناوي كان عنده قرار كويس او انه ايه وجهها حطها على الجنب. عايز اسال معلش يا كابتن اقطع حضرتك، بس كابتن شادي انت من احسن الناس في مشهود ضربات جزاء، لو لمحت واحد بيقول للحارس الناحيه دي تغير؟ لا هلعب في زاويتي زي ما انت، هلعب في زاويتي اللي بلعب فيها. مش هغير، ما فيش حد يخليني، انا ببقى متفرج كمان على حارس المرمى في المباريات اللي قبلها، ببقى عارف لان قبل كل مباراه واوقات كتير جدا لازم في كل مره بنتفرج على المباراه الاخيره للفريق المنافس. فبنتفرج، فانت الفرجه دي عشان تتعلم منها وتشوف الحارس المرمى في ضربه الجزاء دي عمل تحركه ازاي. على فكره الكابتن طارق بيتكلم في نقطه في غايه الاهميه، وكان دايما سواء مع الكابتن طارق او مع الكابتن احمد ناجي كان منول بيروح معاهم، وفكره اللي انت تفضل ثابت بتوترني انا، ممكن مجرد ما انا افكر اغير خلاص راحت ضربه الجزاء، فكره الثبات لغايه اخر لحظه دي مهمه جدا اللي قاله الكابتن طارق، بيبقى نسبها اللي انت تصدق. شادي يا كابتن سيف بضربه جزاء شطف مباراه القطن الكاميروني 2-0 في نهائي افريقيا في الكاميرون، الكره دي الحارس راح على الزاويه اللي الكابتن شادي شاط فيها، ولكن الكابتن شادي حطها يعني زي ما كنت بكلم دلوقتي، حطها سريعه جدا وتحت خالص بعيد قوي عن الحارس. لو راح مع حد هيبقى صعب عليه، مش كده يا كابتن شادي ولا انا بتكلم؟ ماتش القطن لا هي راحت في زاويه وفي زاويه ثانيه، بس هي الفكره المهمه بالنسبه لي عشان دي حقيقه لكل حراس المرمى وكابتن طارق دي في غايه الاهميه، انا مثلا كنت متخصص ضربات جزاء في النادي الاهلي وانا بلعب. الفكره اللي انت لما حارس المرمى بيفضل واقف ثابت، حارس يا كابتن سيف فرقتها معلمه على ما هو كابتن مجدي عبد الغني قعد بقى بعدها يتكلم عن حطها جامده على الارض وبعيده، يعني قريبه جدا من بطن الشبكه، يعني داخله في بطن الشبكه مش في الظهر، في البطن، فعشان كده دي الكوره دي ده الهدف اللي دخل في النادي الاهلي. عايزين برضو نحلله لان ده مهم جدا يا كابتن سيف. اتفضل يا كابتن. في اللحظه اللي تقريبا حجازي هو اللي لعب الكوره بدماغه مش كده؟ بص يا كابتن سيف، بص كده على تمركز الشناوي، انت حاسس والراجل بيحطها كده تقريبا حجازي كده في نص المرمى بالظبط، برضو انت شايف ان الشناوي كده من الصوره دي في زاويه مفتوحه على زاويه؟ ده. مفيش يبقى التمركز هنا صح 100%، واقف كويس جدا، وبرضو لازم يبقى قريب من خط المرمى، ما ينفعش يبقى متقدم. لا ارجع بقى عشان هنتكلم بقى على اللقطه، لان اللقطه دي مهمه، وارجع تاني معلش في اللقطه الاولى. امشي بقى اللقطه اللي بعدها على طول. في لقطه بعدها على طول هتهالي دي لان دي مهمه قوي. هنا الشناوي حصل خطا من الشناوي. امشي بقى كمان سنه كمان. اللقطه اللي بعد كده بص يا كابتن سيف هنا. لو انت خدت بالك يا كابتن شادي كابتن سيف، الشناوي لما دفع هنا دفع برجله الشمال. دفع بالرجل البعيده، وهي دي المشكله اللي خلت الشناوي ما قربش من الكوره. لو الشناوي بص رجله اليمين هنا طارت في الهواء. بص كده رجله اليمين طارت، راحت فين؟ راحت ناحيه الشمال. فكانه دافع برجله الايه؟ دفع الارض برجله الشمال، فدي هوا. طب لو انا بدفع برجلي دي انا في حوالي 40 50 سنتي فرقوا معايا. لو انا دفعت برجلي دي انما انا عملت دفعت برجلي دي ورجلي اليمين دي راحت فين؟ راحت عند الشمال. فعشان كده اثرت الشناوي شويه. اثرت الشناوي حوالي 40 50 سنتي فرق مع الشناوي. بص الشناوي بص رجله اليمين فين يا كابتن سيف؟ عشان كده الشناوي لما طار ما كانش قريب من الكوره، هو كان متمركز كويس جدا، انما حصل خطا في وضعيه رجليه. عشان كده لما راح للكوره تقريبا لمسها خفيف قوي ورد الثاني لكريم بنزيما حطها. لو دفع برجله اليمين كان الشناوي وصلها وكان طلعها فين؟
كان طلعها كورنر، كان كف ايده كلها، كان كف ايده كل، كان ملا كف ايده في الكوره. هنا 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 المشكله في 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 الجول ده. انما طبعا الكوره صعبه، انما انا بقول لك على تحليل فني مهم جدا. مش هتلاقي حد، مش هتلاقي حد كتير يشوف اللي انا بقوله ده. دي لقطه صعبه جدا جدا جدا، صعبه طبعا والمسافه قريبه. انما الشناوي كان المشكله هنا في انه رجله اليمين ما دفعتش، ما دفعتش الارض خالص. اللي دفع دفع برجله الشمال، وطاير رجله اليمين ناحيه الشمال، فعشان كده قصر نفسه حوالي 40 50 سنتي. تمام. مين 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 مع الشناوي في المنتخب؟ بص يا كابتن سيف، مفيش شك طبعا، يعني لو جينا احنا لعبنا حوالي 9 9 سلام على احمد الشناوي، لان الشناوي طبعا صبر. طبعا احنا عندنا لعبنا حوالي 9 اسابيع او 9 جولات في الدوري المصري لحد دلوقتي. التسع جولات دول ما اقدرش اقول ان فيه حارس مرمى في كل الجولات، يعني يعني اجاده مثلا بنسبه 5-6 مباريات اجاد. انما عندنا لو قسمنا الاسابيع هتبص هتلاقي مثلا الاسبوع الاول هتطلع حارس مرمى او اتنين، الاسبوع الثاني عمر المنتخب ما هيتاخد يا كابتن، ما هو ده من 9 اسابيع يعني اكيد هيستوري. لا انا معاك 100%. انا بس ليه بقول الكلام ده؟ عشان مش عايز اظلم حراس مرمى اجادوا في الدوري. من وجهه نظر حضرتك مين الافضل دلوقتي ترتيبا؟ محمد شناوي نمره 2؟ يعني بص يا كابتن سيف، هو له علاقه شويه بالحراس، عندهم خبره دوليه ولعبوا على مستوى عالي ولعبوا نهائيات ولعبوا في افريقيا. فهنا عشان كده انا المقدمه دي كانت مهمه قوي ان انا اقول لك ان في الاسبوع الاول كان الزنفولي وكان علي لطفي اجادوا في الاسبوع الاول وعملوا اداء كويس جدا مع فرقهم. الاسبوع الثاني كان مثلا ابو السعود اجاد مع المقاولين العرب. الاسبوع الثالث كان مثلا محمد سعيد شيكا فاركو. الاسبوع الرابع كان بسام. الاسبوع الخامس كان احمد مسعود مع الجونه. من وجهه نظر حضرتك الاثنين اللي مع الشناوي مين؟ بص الاثنين اللي مع الشناوي من وجهه نظر انا كحراس دوليين متواجدين مع الشناوي في البطوله الافريقيه اللي جايه. احمد الشناوي احمد مصاب وهيرجع بعد شهر. لا يبقى احنا بنتكلم كده، يبقى في محمد بسام وعلي لطفي، واحد من الاثنين، ومحمود جاد. محمد بسام وعلي لطفي مش ابو جبل ممكن يخش معاهم ابو السعود، ممكن يخش معاهم ابو لا السعود. انا يعني من خلال طبعا الاداء اللي انا بشوفه في الدوري 9 جولات الاخيره شايف ان ابو جبل طبعا كان له خبره كبيره جدا في بطوله افريقيا، انما اداؤه السنه اللي فاتت والسنه دي انا شايفه انه مع البنك يعني ما بيقديش اداء. انما الحراس الثلاثه اللي ممكن يتاخد عشان الراجل له فكر معين انه عايز ياخد واحد كبير مع الشناوي وواحد صغير، فهنستبعد الصبح يبقى ما فيش غير محمود جاد بدا يلعب تاني. تمام. محمود جاد عنده خبرات دوليه ولعب دولي. فيبقى محمود جاد كحارس صغير ويبقى حارس كبير. يبقى ممكن عندك بسام وعلي لطفي ومحمود ابو السعود. عامر عامر لسه ما بيلعبش، لسه لاعب قريب 3-4 ماتشات لعبهم فما يقدرش يروح منتخب مصر لما يلعب انما ابو السعود ومحمد بسام وعلي لطفي. بشكرك يا كابتن، شكرا جزيلا. حبيبي يا كابتن سيف، متشكرين يا كابتن. نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل حديثنا مع كابتن شريف محمد، وبشكر طبعا كابتن طارق سليمان، شكرا جزيلا. نرجع تاني بقى سريعا مع كابتن شادي، مين بكره الماتش ما يستغناش عنه؟ بمعنى يعني مين بكره لازم يكون في الملعب؟ كهربا لازم موجود في الملعب، محمد الشناوي طبعا انا بشوف اللي هو نجم المباراه، محمد هاني عمل مباراه كبيره، شايف اللي احنا ما نستغناش عنه لازم يبتدي بديانج علشان الفريق اللي بيلعبه النادي الاهلي بيندفع بشكل قوي جدا لهجوم وارتداده. عاشور وكهربا عملوا دوتو؟ عاشور وكهربا في الهدف طبعا، وانا واحنا قلنا الكلام ده لو تفتكر عملت معاك مداخله قلت لي مين الدوتات، قلت لك عاشور مع كهربا دايما في لينك ما بينهم، حتى كهربا بيتحرك كتر تلاقي في العمق على طول امام عاشور يدخل. الاهلي يتاثر بغياب مودست؟ نعم هو ده السؤال، يعني هو السؤال مكتوب كده. لا طبعا هي دي الاجابه. الاهلي الاهلي ما بيتغيرش بغياب اي حد، ما بيتاثرش او ما بيتاثرش بغياب اي حد خالص، علشان هو ما عبرش عن نفسه الامانه حتى لما نزل اتطرد مش ماشيه معاه، وهي كميته مش ماشيه مع النادي الاهلي. وخلي بالك في لعيبه بتبقى موجوده في النادي الاهلي الانطباع عند الجماهير بتقدم دعم من البدايه عشان بيشوفوا امكانيات اللعيب تناسب امكانيات النادي الاهلي. مودست لا يعني قليل جدا لما اللاعب ياخد كارت احمر والجمهور ما ينزعجش.
علشان في لعيب بيصنع تاريخ وبيبقى فيه ظهير جماهيري وراه، ما يغلط بيتقبل، وفي لعيب بيبقى بيقاتل وعاوز، فالجمهور بيديله كل الدعم. هو ممكن يكون لعيب كويس جدا بس السن بتاعه مش هيسعفه، او لياقته البدنيه مش هتسعفه لما يكون عايز دعم، يكون مثلا يجيب هدف، ودورك في النادي الاهلي تيجي عشان تجيب اهداف مش انت راس حربه. ودي ثغره ساعات بنشوفها مباريات كتير، محتاج حد قناص يخلص. فالراجل في كل المباريات حتى اللي بينزلها مش بيقدم المردود الفني للجماهير المرتزقه. الصراع ما بين اكرم وهاني على اشوده دلوقتي بس يعني كفه هاني هتعلى اكتر علشان اكرم رجع من اصابه، محمد هاني لعب كتير جدا، حصل تطور كولر من البصمات اللي عملها في الفرقه منها محمد هاني بالمناسبه، في نضج، في هدوء، في تغطيه احسن من الاول بكتير. فكفت محمد هاني في الناحيه اليمين علشان اكرم رجع من الاصابه، ودي حاجه كويسه لمصلحه الفرقه. مين اقوى في الحته دي، شادي محمد ولا محمد عبد المنعم؟ ما بحبش المقارنات، لكن اصل جيلنا هي كرة مقارنات، مقارنات جيلنا اخد كل حاجه، عدد سنين كتير جدا، فمش هينفع نقارن حد يعني، ولا على راس المنظومه المدير الفني اللي كان موجود مانويل او اللعيبه كل واحد في مكانه. الجيل ده عمل انجازات كبيره جدا جدا على مدار سنين. شادي قدامه فتره، مروان قدامه فتره، عبد المنعم قدامه فتره عشان يوصل لك. مروان انت شفت بقى، انت قلت لي مروان عشان بيستنونا. عبد المنعم لعيب كويس جدا، امكانيات جداً كبيره جداً. بس الثقه في النفس الكبيره قوي ساعات الناس تشوفها غرور، فلازم ياخد باله من دي، لكن امكانيات رهيبه، سردباك بيهدف، هدوء، تحضير الهجمه، مش كل لعيب يعرف يحضر الهجمه. ممكن يعديك؟ اتمنى يعديني. تمام. علشان احنا اجيال مكمله لبعض. صح. ونجاحه من نجاحي. نرجع بعد الفاصل نكمل حديث. نرجع سريعا بقى وناخد بعض لقطتين كده علق عليهم سريعا كابتن شادي. اول لقطه معانا هي لقطه علي معلول دي. هو ده اللي انا قلته على فكره، انا شفت الفيديو كويس قوي حافظه وشفتها في الكنترول قبل ما ادخل كصور. هو علي اما كريم بنزيما وهو مسك الكوره من الاول كان في لينك ما بينه وما بين الشناوي، فقعد بيكلمه عمال بيقول له هنا هنا، فالشناوي ايه هز دماغه، ثم ابتدت بقى اللقطات اللي احنا هنشوفها دي. انت بتقول لي معلومه اكيد انا ببني عليها، وهي دي اديت الشناوي الثبات. طبعا انا هنسيبها لنفسي زي ما الكابتن طارق قال، اللي انا دماغي اوكي ان انا مركز. هنا علي معلول بيقول له شفتني. على فكره لما الفيديو يكمل وبداوا الناس تشوفه هيلاقوا ايه، اللعيبه كلها جريت عليه بس اخذ في حضنه علي بشكل مختلف. قال له انا قايل لك قلت لك، عمال كان بيقول له كده. دي 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 الكره دي. فمهم جدا ده، يخليني اقول ايه، الاهلي احيانا في بعض المباريات كان مفتقد الكلام، منها كرة كهربا. كرة كهربا في ضربة الجزاء، اصراره مع الحكم بالطريقة الشيك، باللعيب حاطط ايديه ورا ظهره، الاعتراض المناسب عشان ما يطردش، وبيقول له شوفها بص عليها، وعنده اصرار عليها كرة كهربا. فالحكم قعد يهديه يهديه، ثم قال له بص ده قبلها، هي اللقطه بتاعت ضربه الجزاء، اصرار كهربا اللي هو يروح على الحكم، ثم بعدها ثلاث اربع لعيبه. ده اللي احنا بنقوله دايما، ما تبقاش طيب في حقك. روح بشكل يليق باسم ناديك ويليق اللي انت ما تاخدش انذار. ده مهم جدا. فابتدى الحكم اتفرج عليها حسبها ضربه جزاء. ده الكلام جزء مهم جدا في الكوره، مع اللي انت ازاي تترجم، وده اللي مطلوب في الماتش اللي جاي للنادي الاهلي، ازاي اترجم الفريق اللي انا بقابله بيبقى في حاله هجوم، ازاي انقل اللعب بسرعه عن طريق هجمه مرتده. صح. سريعه. برافو عليك، هو ده اللي عمله النادي الاهلي الماتش اللي فات. بالظبط، ازاي انقل الهجمه من هجمه سريعه جدا من لمسه 2-3 من ارتفاع الهجوم. وبيعملوا حاجه كويسه، محمد عبد المنعم بدل ما واقف ورا بيروح واخد لقدام وسط الملعب، بيروح زي مع كهربا وحسين الشحات بترحل، فبتدي بنلعب في مساحه بسيطه. صح. منتشر جيد. ضاغط على الفريق اللي قدامي. هل في المباراه باستثناء وانا من نجوم المباراه فعلا واستحق رجل المباراه محمد الشناوي، ليه؟ حارس المرمى الجيد
النادي الاهلي ممكن يجي لك كورتين ثلاثه فلازم اتعامل معاهم. الكره الاولى اللي في داخل البوكس في اول المباراه كانت ممكن النتيجه تبقى 1-0. خبرات الشناوي اللي هو طلع قافل على اللاعب بالشكل ده والبنالتي بالظبط اتحولت لايه؟ بدل ما انت تبقى خسران متقدم وتبتدي تسيطر بشكل كبير جدا. صح. نرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرجع بقى نتكلم على توقعاتك للمباراه بكره. نتيجه والله المباراه بكره صعبه جدا. خلص الماتش الاول بتفاصيله وانا قلت حتى للكابتن محمود الخطيب اول حاجه هيعملها اول حاجه هتلاقي في الفندق هنفرح النهارده وهيطلب اجتماع هنفرح النهارده نقفل بقى سيبوا الجماهير تفرح. فرحته قليله ايه؟ لعيبه الاهلي فرحتها قليله. انا اقول لك على حاجه عشان الجمله دي احنا مره راجعين من كاس عالم واخدين ثالث عالم استقبال عالمي والله جمهور الاهلي كان واقف بره بعدد كتير جدا. الدوري الاهلي ولا الدوري اهلي فمانويل قال هو ده قدرنا هنشتغل من بكره. البطوله الافريقيه بتخلص الناس هيقول لك العشره اهلي جمهور الاهلي مش بيشبع. جمهور الاهلي دي حقيقه ودي حاجه كويسه وده ودي حاجه نادي البطولات ده الطبيعي يبقى عقليه الجمهور. توقعك النتيجه بكره كام؟ يعني. توقعي ان شاء الله ان شاء الله لو بالطريقه اللي في دماغي الاهلي يلعب بيها ويخلي باله من بعض النقاط انا بقول لك الاهلي هيكسب 1-0. 1-0 ان شاء الله. شرفتنا يا كابتن. انا بتشرف بيك دايما يا كابتن. شرف بحضرتك دايما. انا اللي بشكرك. بشكرك. خلصنا حلقتنا مع كابتن شادي محمد. كل التوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب المكسب للنادي الاهلي. اشوفكم بكره ان شاء الله على الف خير.